نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، ألم درسمان قيشتنا باسي كيتري لجيان نامي پیغمبر عليه الصلاة والسلام باسي سفركي مان كرت كالقل مامي دا بريكوتن او ابو قراوة للريقاء كابراي الراهب وسيتي بويان كرت كأم قنجة بقرين الدواو بوي دانشتون أهلي كتاب بدواي أقرين بو كشتني أما أبيتا قوريها مو عالم أما برسترين مخلوقة للا إخوة بوشيوية أقينا كان حالتي كتري لجياني پیغمبر صلى الله عليه وسلم أوش حدثي كتير الرؤى دا حلف الفضول أم حلفاء حلف مطبين كتحالف أن كل بينك دوهم خال پیغمبر عليه الصلاة والسلام شون خديجي ما ركرت رزاي خوال خديجة بيت خالي سيهم بناي كعبيان شون دوبارة دروس كردوا وپیغمبر صلى الله عليه وسلم خوي بجدار بو بدستي مباركي وبشاني مباركي لقال مامي عباس رزاي خوالي بي بردي أكيشا بو بناي كعبة خالي كم حلفي فضول سبب يكبو سبب كيشي أويا كبياوك ليمن وهاد بو مكة شان شتيكي بيبو فروشتي ببياوك كناوي عاصي كري وائلة كبي فروشت شتكي بردو باري ندابي واتا الظلمي ليكرت كرويك يعني داواي ليكرت إسفادي نبو أو أبو شو شكاتي كرت شكاتي هاورد بولايكي بولاي شان كسانيك بو اي دالدي بدن استفادة نبو حتى وكو رويشوني كي برز كردي بهاوار هاوار ام جاك قريش هاتن بدن جيوا كاتي قريش هاتن بدن جيوا وتي انشيه وتي حالكي من اواي ام جاك هميا شي انكر فتحالف بالله لنكونن يدا واحدا يقدس من هموما ضد انساني ظالم لقل مظلوم بين حتى حق حقوقي او مظلومة ادريته ودستي خوي وپیغمبر صلى الله عليه وسلم بجداري لقل ينكر لقل مشركه كان بجداري كرت بوشي لبروي كاري كي شاك بو الا وهو يارمتي مظلوم بدري حق لظالم بسينريته بدريته مظلوم امش خوي لخويا او اجينيت كظلم شتيكي خرابه لكاتي جهالته ألو كاتشهر بخراب ينزانيوا وآيني بيروزي إسلام زياتر ظلمي قيزون كرد برشاوي خلقي كفيغنبرة فرمية صلى الله عليه وسلم كسك لناو قبر أمري في أكريت كصد جلدي لي بدريت زور أفاريتوا زور نزاءك بوي كم وبيت أو صد جلدي بو أكريت يك جلديك كلي أدريت همو قبركي أبيت بآقر أم جاككاتي هوشي أبيتو بيئلين بوشي واتان لمن كرت بيئلين لبرويتو أنك صليت صلاة بغير وضوء ومررت بمظلوم فلم تنصره فلم تنتصره تونيوش يكت كردوه ببيت دزنيوش وداد بك بردم كابرايكي مظلومة جود في ندا أشتشتواني بيقوري جود بين ذا بويا او عقوبيتي هيا فانساني مسلمان خوي لخويا
عادلة أبي دار پرور بيت وبيغمبر صلى الله عليه وسلم لقل أو قوم جاهلية لقل أو مشركانية دسي كردنا ودس يقبو أوي كاري كي تشاك كوا تشيبكن كوا كسي كالظالم بو حقي ليبسن ريتو و أما أجين يا كخواي پروردگار فرميت يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى أجر برامبر بكسيك ظالم جبو كسيك دجمن تجبو شتيكي عدل هات شتيكي شاك هات ظلمي لي مكة تقوى إخواتي بلو لو كاريا بويا إيشان إيشي شاك قصي شاك لها مكاس ورا جيري بويا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بجداري كل قليانا بويا السلف فرميانا قبول أم حديثا أويا وإن كان عدوا مخالفا في الدين وفيه قبول الحق ممن جاء به وإن كان عدوا مخالفا في الدين قبول حق بكي أجر كسيك بيه دجمن تشبيه حق ور بقرة أجر لهر كسيك وبيه حق ور بقرة خدا أفرميت أو كساني كوا جو أجرن لقسكان كامي حق بي أو أجرن أو أجرن جو حق ور بقرن أجر لهر كسيك أبو وبويا كسيك يهودي هات لا يغمبر صلى الله عليه وسلم بيوت وتي إنكم تشركون بپیغمبری صلى الله عليه وسلم وما تكيتو شريك بو خوا قرار ده وتي چي بو چي وتي ايوا الين ما شاء الله وشئت ما شاء يعني خوا ويستي ليبي و توش ويست ليبي ايوا الين والكعبه سيونا خون بكعبه ام جاء پیغمبر صلى الله عليه وسلم امشغاري خلق كيك فرموي ام جاء اگر وتان خوا ويستي ليبي بلن خوا ويستي ليبي لپاشان داتو ام جاء ملن بكعبه بلن بخواي كعبه قصكي ورقت في غمر صلى الله عليه وسلم كابرا يهودي جبو ابي قصي وربجيريت بويا حلفي فضول وهابو في غمر صلى الله عليه وسلم دسي كدنا ودسيانو بووي هميان تيكا وكسي ظالم بيت حقي لي بسنريتوا يارمتي مظلوم بدريت اما لهم ساتيك لهم كاتيك امشتا ابي حدث يكيتري اويا كما ركردني في غنبر صلى الله عليه وسلم كخديجة ما ركرت أمش بمشي ويبو كفي غنبر صلى الله عليه وسلم بداية باس ما انكرت شوان بو ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم قالوا وأنت يا رسول الله قال وأنا كنت أرعاها على قراريت لأهل مكة من الشوانتين كردوا وهمو في غنبران شوانتين كردوا ولا باشان ذا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دسي كرب تجارة كردن تجارة يكد خريكي كسابد بو بلام يشتا نبوة بپیغمبر تمني تقريبا بستو پینج سالة أبو شيويا خديجة دايك من رزاي خواهي لبيت آفرت يكبو تاجر بو آفرت يكبو زور شريف بو آفرت يكبو پارومالي زور بو ودو شوشي كردو بو خديجة رضاي خوالي لبيت پیغمبر صلى الله عليه وسلم ببي وجني ماري كرت بلام چن كساني كي هبو پاري اداپي بو ابروشتا بو شامو بو مكة تجارتي انا كردو امش تقسيم يكر يك لسر سي يك لسر پينج يك لسر چوار خيري اداو اوان لبروي ام پارا دان حتى وكو بيستي كمحمد يكي صلى الله عليه وسلم كتم راز گويا كشن پیاویکی عظیمه كشن پیاویکی امانت اپاریزید ک پیاویک زور با اخلاق بوشی ویا هتا وکو پیغمبر صلی الله علیه و سلم گیشت اوی او ابو خدیجه کس کی لگل یانارد ک بچی تجارت کی لگل اپ کاتی گراوا باسی کر بو خدیجه فرموی ام پیاو ا او هایا او هایا او هایا باسی اخلاق و باسی قصه و باسی هر سوکوتی کرد ام جاکا شو دل خدیجه و خديجه وتي ورا من پيت بلم شتي كي با پيت بلم متي چيا وتي بو ناشي دمي تاخيب كي تو بزا مارمكا بلي با پیغمبري صلى الله عليه وسلم و پیغمبر صلى الله عليه وسلم
مشاوري ما مكاني كرد قبول يان كردو چون لاي ما مكاني خديجه و آبوشي ويا خديجه رضاي خواي لي بيت پیغمبر صلى الله عليه وسلم ما ري كرد بدواي كسي كي اهوايا اقرا وآفرت يكبو زور لحسب نسبك زور پاك ابو بلان بابين بزانين خديجه رضاي خواي لي بيت شن يبرز بو للاي خوا شن يبرز بو للاي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بابين باسي او بكين يا كم منزلتي خديجه رضاي خواي لي بيت پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم خير نسائها باشترين آفرتان كچوار ختي كيشا فرموي ام چوار ختا يكي كان آسيائي كشي مزاحمة يكي كان خديجية يكي كان مريمة أبو شوية فرموي أمانة هميان أهلي بهشتن أم شوارا لناو همو آفرتا كان لهمو آفرتا كان بريسترن وعائشة أفرميت لهشتك غيرتم نجلاوا لقلت يا غنبرة صلى الله عليه وسلم إلا لقل أو نبي كباسي خديجة أكل في غمر صلى الله عليه وسلم أفرميت ومنش ننبيني بو خديجة نقيش تبون بي كاتي حيوانك سربري في غمر صلى الله عليه وسلم هند يقوشتي أناك بوها وركاني خديجة وعائشة شتو رأبو أيود أما شي هر باسي خديجة أكي هر سرداني خزمكان أوانكي هر باسي أوكي ها خديجش أويها بو أفرميت إني قد رزقت حبها شيب كم خواي پروردگار نايا لدلم أو آفرتا من دالا كانم هموي لو بوا هرشي من دالي هي لو بو إلا إبراهيم نبيت أبو شيويا خديجة رضاي خواي ليبي في غمصة صلى الله عليه وسلم ما ري كرت حتى وكو روجي كان وكو حديثك لبخاري ومسلم دا هاتوا أفرميت أبو هريرة أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إداء أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني جبريل سلام يا خويا لسربي هاد بولاي في غمصة وسلم فرمي أي في غمبري خويا أو خديجة بري وتاتي بولايتو قازانك لبان سريتا نازانم خواردني تيايا شورباي تيايا نازانم نانا ولاوي تيايا شي تيايا ها جبريل واي تيالي اگر هات گیش دلات پی بلی خوای پروردگار سلامت لیکا ای خدیجه و سلامی منشی پی بگینا منش سلامی لی اکم و بشیرها و مجدی بدری ای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم بی بیت فی الجنه با قصر یکی زور گوره لجنت من قصب لا صخب فيه ولا نصب قصر یکی گوره لبهشت ندنگ دنگی تیایو کب خوش ابو شویا خديجه هاد رضاي خواي لي بي پیغمبر صلى الله عليه وسلم سلامي خواي پروردگاري پي گيان و سلامي جبريلي پي گيانو و مجدي دا پي كه فرموي خواي پروردگار قصر كي زور گوري بوت آماده كردو امش او من بو دركوي كه خديجه پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي شاكتريني افرت لسردمي منا خديجه بو رضاي خواي لي بي لخديجه بويا خديجة رضاي خواي لي بي هر أو بو كيارمتي في غنبري أدا صلى الله عليه وسلم كاتي ماريك كوحيب وفي غنبري صلى الله عليه وسلم دابزي لغارك يا أو بو هات ووتي زملوني زملوني خديجة أي فرمو ضلي أداوة أي فرمو نخير تو خواي پروردگار زليل ادناكا لبروي إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق نخير أي پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم تو كسك سلي رحم بجي بجي أكي وتو يارمتي فقير أدي وتو كسك مشغول إيشي نبيت داي أمزريني وتو ريز لميوان أجري وتو أوي حق بي فشتي أجري خواي پروردگار تو زليل ناكا أبو شويا خديجة رضاي خواي لبيت أو ها يارمتي پیغمبر أدا صلى الله عليه وسلم خالكي تر أوانا بناي كعب من ديتا بيشو پیغمبر صلى الله عليه وسلم تمني بستو بين صالبو خديجاش تمني چل صالبو دو شوشي كردو بو
اما بین پیش شای خمان هر کام یک من بین راضی نبین بوا آفرت بی که که دوش شوی کردوه آفرت بی که 15 سال خود گورتر بی اما او اگینیت که پیغمبر صلی الله علیه و سلم افرمیتون که حلمر او لأربع آفرت ما را اکری بو چوار شد لجمالها ونسبها ومالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك آفرت ما را اکری لبر مالکی لبر جوانیکی لبر حسب ونسبی لبر دینکی افرمی تاو بده لو آفرتی کوا دیندارا دست اشی بخولا دست اشی ببرکتا من چی لآفرتی جوان بکم کوا او پیاوی کردتا پرچنگی او پیاو انالینی بدستی و شو روش چی لآفرتی دولمنکی هر منت بکاتا بانتا بله پیغمبر صلی الله علیه و سلم 15 سال خدیجه لخوی گورتر بو دو شوشی کردو بو بلام ایزانی زور آفرتی بحیایا زور شریفا زور نسبی تواوا ابوشی ویا ابی آفرت یارمتی پیاو خوی بده لکاتی پیاوکی حاضره یارمتی بده و حفظی بکا کاتی پیاوکی لی غائبه و دوره که ویتوا هر حفظی بکا نکهت کی بکا و دست کاتا لومه کردن و دست کاتا شکات کردن و دست کاتا کفر کردنی پیاوکی و هر وها پیاوش ابی آوا بوفا بیت برانبر بخیزانی خوی و پیغمبر صلی الله علیه و سلم لدوای مردنشی هر باسی اکر هسردانی کسوکاری اوانی اکر بینای کعبش که خدیجه ما را کرد، ام جاکا بینای کعبه ها تپیشو. بینای کعبه طبعا کرابو خوی، او ابو ابراهیم سلامی خوی لسر بیت، کاتی لگل اسماعیلی کریا، لگل هاجره یا چون بو او شیونه مبارکه. الو کاتا دا یشتان کعبه نیه. بلام هنده مفسرین الین اساسکی هر هبو کن. او هاجره جهش لگل کرکی دا. هندی آوی بویان داناو لناو گوزه یکاو لگل هندی خورمایا کهو تر ری ابراهیم جیانی هشت سلامی خواهی لسر بید هاجره هر بانگی لیه کرد اتو علم دشتا شولا ایمه جی اهیلی کس نیا لگل اقصب که نه آو هیا نه هیچ هیا لم دشتا شولا بو جی ما نهیلی جوابی نه اداو حتا وکو سر کهو تا بان گرد یکو بتمابو بچه تخوارو ابراهیم بانگی لیه کرد و تی الله امرک بهذا تو خواهی پروردگار امری پیت کردوه باری کرد دعا و فرمویی بله فرمویی اذن لا یضیعونا دبشو مادام خواهی گوره امری پیاد کرده گم ما ناکه خواهی گوره مهربان اما نه توکلی بخواهی پروردگار هبو ابراهیم چو او دیوشاخه که او دستی کرد بدعا کردن که دستی کرد بدعا کردن ربنا اینی اسکنت من ذریتی بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون أي پروردگار أو من سكنام كرد آلم شونا لشوني كي تشول ببي زرعات ببي آو ده شكل بدعا كردن ألو كاتا شيري أداو إسماعيلو آو يان خواردو آو نما خورما نما أم جا إسماعيل أمنتوني بو رنگي زردبووا رنگي تيكتو هاجره دایی که سیری کرد کنی از ذکرین شاخ شاخی صفا بود رای کرد بابان شاخی صفا سیری او دولب که سیری او شیوه او دولب که بزا کس یک نیه توزی آوی خواردنی کس نبو آت خواره و بابان کیوی صفا دا اچو بو مروه او بو الو شیونه رای اکرد که استاکه او دو گلوپا سوزه دان راوه لبین صفا و مروه الویش دا اچو بابان کیوی مروه سیری اکرد کس نبو الوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فذلك سعى الناس بينهما او مسعايا صفا مروا ابو شيوبو حوجار لصفا وبو مروا اقرا واوا جارك دو جاسي جا شوار جا هتا وكو حوجا كسي دوس نكو هتا وكو جبريل هادو تي بيدنگ بتوزي هتا وكو بالي دايل زوي علي ولا لاي بد اوي زمزمي در كردو هلي خلا كا اوي زمزمي در كردو او بوچون اوي ان خواردو ابو شيوي اوي زمزم روج هاتو سال روي بنای کعبه باوشی و ابو که درستیان کرد او ابو انجار جبریل به هاجره ود ام ناری تو گوره ابی لگل باوچه علی لبیت یک درست کن که ابی تقیب لیه مو مسلمانه او ابو و اید یرفع ابراهیم القواعد
من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. دس يعني كلب بناء كعبة كردن كصال هاتو صال روي بناء كعبة طبعا كون أبيت واش واش باراني كي زور هات كعبي الرخان كعبي الرخان هندي لكعبة بردكان الرخان هتاوكو قريش بتشن كعبة آودان بكنو واتا تعميري بكنو لسنوة درستي بكن وكات درستي انكر شون او حجر الاسود دابنا بشي شويه وكو افرميت كات يكل مشركه كان هاتن كوليدي ناوا وتي ايوا ازان كعبه من و رخاوه ابي تعميري بكين توركي خوي هالقد يعني بعطكي خوي هالقد وتي اشم وكان والله ايما ناين لقلطه يا ما أشين لشاخة كشاور رئكين، أجر خوا غزب ليت قرد أو إيه ما دسكاري ناك، أجر خوا يبر وردجار وازي ليت هاور دنيا نكد لقلطة أو إيه مشتين يار ما تيتدين، يعني كعبة لضل مشترك كان زور شرينا زور رز عليه قرد، أيان زاني خوا هيا أيان زاني في غمبر هيا بلام كفر يعني كل عنادا أو بو بعثكي خوي هالقدر رويدا سكت بروخاني كعبة كده سكت شان بردك يدر كرد وتيان بخوا ديار اخواي قورا بمر رازي هات نخوار ولا شاخك هم يان كعبيان رخان ككعبيان رخان وان جاك وتيان يلا فاري بين تعمير يا كينو درست يا كينو لسنوا فاري ان هاور فاري ان خرو بلا متيان نابي فاري الربابي نابي فاري زنا ومنابي نابي فاري حرام بيت مشترك كان ا اوينوت كاتي فاري ان هاور دو كويان كردوا بس بشي يا ساك كعبه شون شوني بشي اوني كرد ألولا شو قوصايا كيبيلين حجري إسماعيل بلان خوي ناوي كي تري هيا أم حجرش عايد ببيتا وكو عائشة أفرمي فرسيارم لفي غنبرك صلى الله عليه وسلم عن الحجري أمين البيت هو قال نعم قالت فلما لم يدخلوه في البيت قال إن قومك قصرت بهم النفقة فلما فما شأن بابه فما شأن بابه مرتفعا أي بوشي قاتك أو نبرز أي في غنبري خوا قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء ولولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجذر في الحجر أفرميت قومك باريان نبو أو أنا بيت جورب كنوا هرسان بيت أن أأ ونكر باري حلال عند سكوت أو أن يعني لبيت جهش فرمي أوش عايد ببيته شو كي ساكن نافل أنا أو طواف بكريت أم جاك قابي كي بوش يا ونا برزوت بوي قابي كي أنا ونا برز كده بوي بكي في خويا كي أنا جرك بيمشي تجرو كي أنا جرك بيمنع يا كنال مشي تجرو أي ساكن شروايا يا قابي شيء هي طبعا كعبة أم جاك في غمصة وسلم فرمي أجر قومك أو نبن كتعظم مسلمان بن يعني لكاتي فتح مكاش ذا في غمصة وصم أيتو أني كعبة بقوري بلام كعبم الرخان لسر أساسي إبراهيم دروس مكردو بلام قومك تعظم مسلمان بون دس كم بكعب الرخان ألين أو هاد كعب الرخان خلقك كد يعني لباش قزة بيتو لدين بويا الدين خوي مفسده ومصلحي تايا سيري مصلحة أكي سيري مفسدة أكي بزا أو إشتا شرع ديك أقنجيت بيكي وكو لقاعدها تو أرين الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح أقدوش تهات بردست سيري مفسد ومصلحية كي اشتك أقاهل قركت بو قالك تشتيك بكي الدين أوي قالك كوا مفسدة دورو بخي دائما لسر مصلحة دين لسر شاكي ولسر مصلحة دا حزي لمفسدة نية دين أبو شيوية بناكي عن دروس كردو أم جماعة وحجر الأسود كا أو برديك لبهشت وهاتا كفي غنبرة فرمية صلى الله عليه وسلم حجر الأسود نزل من الجنة لبهشت وهاتو وهو أشد بياضا اللبن والزور لماست سفي تربو بلام فسودته خطايا بني آدم بلام قناهي بني آدم إستاكا
حجر الأسود أأور شوكر ده خوي لماس في تربوة أم جاكا بو مناقشيان أو قومانا كي أم برد دابنا وتيان بابا يعني كي لم قاتي ويكم كسات جورو با أو تحكيمي إمبكا كاتي شاوريان كر بياني بينيان كفي غمر صلى الله عليه وسلم هات جورو وتيان رازي بمان أو صادق الأمين هات أو الرازقوك هات أما كافر كانوا مشرككا أو أبو بيغمة صلى الله عليه وسلم هاتو خبري عن دافي وتيان حالة كمان وايا بارشا بروي كي داخستو حجر أسودي خصنا وراسي هر قرنية لبروكان هر قرنية لبروكا داي بدس قوم يكوتي بوان برزو بكان هات شواري عن برزي عن كردو بيغمة صلى الله عليه وسلم بردكي دان أمجا لكاتي جهالتا بتيغمبري أنا وصلى الله عليه وسلم أما صادق الأمينة أما الرازقوية أما كسيك دايون باكا كسيك دس باكا كسيك زور أمينة كسيك وهايا وهايا زور بأخلاقا بلام كاتبو بتيغمبر خواي پر وردقار قرآني بو داقر باسي ديني كربو أو خلقا وتيان نا أما كذاب أما ساحرة أما كاهنة أما جادوكرة أما يارمتي بو دي أما هرشين ما بيانوت أما بلغي لسر كافركان أما بلغي لسر مشرككان كأوان دروءكن بوشي لأمور دنيايان أياموت أما رازقويا وأما أمينة وأما آوايا وأما آوايا بلام كاتي باسي ديني بويا نكر وتيان نا أما ساحرة أما كاهنة أما جادوكرة أما كذابة أما آوايا فإنساني مسلمان أبي أقدار بك تو بانقوازية كيف لا يخوي پروردگار نصيحتي خلقية كي لسر حق لسر كتاب السنة هرشي فيلين بابلين هرشي بهتانت فيها كان بابيكن وكو بهتانكن وكو قصاءكن أما آوايا أما آوايا أما دين دليتيا كذا أما دين تعزي هاوردوا أما شي أبي جون دين أمانة ولا يلتفت أحد منكم كس برنك هذا دعوة يعني شاوري أوانا بكين أبي أقول لشون خمان راوح بكين بانقوازي خمانا كين بلاي خواي پروردگار لسر أصلي كتاب السنة لسر فهمي سلفي صالح رزاي خواي ليبيت أوان بزاد شون شون بو آياتنا بو أو حديثنا شون تفسير يان كردو شون تطبيق يان كردو يا مش بوش شوي بتشينو بصر شاوكا جو ندي نقصي أما كوكا شكو أو أبو ببلغ بصر مشركة كانوا كلكاتي أمور الدنيا أن أيانود أمر رازقوي وبلان باسي ديني بو يانكر أيانود أما شاعر وأما دروزنا وأما آوي فهر لب بيش أوي ببيت في غنبر صلى الله عليه وسلم أو شاهديان بو أدا بلام دواي خويان كفريان كردو جحوديان كرد أجا خوي پروردگار ثمن من بدأت إن شاء الله باسي هر بيش بعثتي في غنبر صلى الله عليه وسلم تنشتيت الرويدا دعوة كين خوي جورو مهربان كيارمتي من بدا زياتر عبادتي بكينو خوي جورو مهربان آخر خير من بكاو خوي جورو مهربان لسر إسلام بمان جيني ولسر إسلام زندو من بكاتوا أقول ما سمعتم أستغفر الله العظيم لي ولكم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.